فينا. نتواصل معكم أصدقائي المتابعين عبر صباح الشروق على الهواء مباشرة وعبر جغرافيا المكان، لنا دائما جولة هذه المرة من لبنان إلى السودان وفي واحدة من الأماكن. بالتفاؤل والفروسية ممزوج بجمال الطبيعة والهواء والخاطر الخصب بحب الآخرين في جبال ووديان وسهول ترفرف فيها أوراق الخريف المخضر بسماحة الأهل والأحباب. هي أركويت، الأرض البكر بأمنيات المستقبل، الماضي الذي لا تتجاوزه ذاكرة التاريخ، حاضر يحفظ لصاحب هذا الضريح عثمان دقنة بسالته في كسر المربع الإنجليزي في معارك التيب والتامعي، ومبان نقشت برغبة الحاكم العام الإنجليزي آنذاك وهو يحكم السودان من حيث يأتيه الهواء الطلق. ترتفع منطقة أركويت 3000 قدم فوق سطح البحر، وهو ما أعطاها مناخا يتذوق فيه الناس طعم العافية ويتأملون الطبيعة على امتداد الأفق، فبين طيورها وأشجارها ومائها ورملها يحكي الأطفال أحاج الكبار. عرف المجاذيب هنا بنار القرآن المتقدة، يعلمون الناس أمور دينهم ودنياهم، مما جعلهم محل تقدير واحترام، حتى إن مدافن موتاهم تجد من الاهتمام والرعاية ما يجعلها مزارا للناس عرفانا بجميلهم. أركويت معروف عنها تميزها المناخي الذي يمكن من زراعة كافة أشجار الفاكهة كالرمان والتفاح والعنب وكذلك الخضروات بأنواعها، فهي أرض صالحة لبقاء الناس إذا توفرت العزائم والمياه. أركويت مأهولة بأشجار الزقوم الأخضر على الدوام، ومنه تبنى أغلب المساكن، فضلا عن أشجار الأراك التي تستخدم في نظافة الأسنان، وجميعها مقومات للسياحة تجعل الزائرين إلى هذه المنطقة يستمتعون بقضاء أجمل الأوقات، خاصة عندما ترتفع درجات الحرارة والرطوبة في مدن بور سودان وسواكن، تصبح أركويت أفضل الخيار. إذا زرت أركويت ولم تزر جبل الست فإن زيارتك منقوصة، فالمكان هنا ممتع للغاية، ومع أن أغلب الحيوانات المتوحشة قد هجرته إلا أنه يظل من المعالم البارزة والمهمة بالمنطقة. سيات أركويت مسكونة بهدوء الجبال والوديان وصاخبة برواد البيبوب، الرقصة المحببة إلى النفس يحتفل بها الشباب عند قدوم المساء وساعات الفرح، فهم
فتية من المروءة والإقدام والكرم بمكان.